اعطيني بس فرصه. عندي دقيقه. الامريكان طلبوا من السيد، نعم طلبوا من السيد المالكي بعدم التدخل بقضيه موضوع سوريا، لكن رفض السيد المالكي، قال انتم ما لكم شيء تتدخلون بينا، انتم لكم تحمون الحدود العراقيه وقواعد عندكم، بالتالي هذه الاتفاقيه الامنيه. اذا ملغيه هذه الاتفاقيه الامنيه بعد اختراق السياده العراقيه ودخول داعش وتسقيط حكومه كامله ومحافظات، انا شلون اتعامل ويا الامريكان؟ مثل ما يتفضل يقول لك اليوم انت موقع وانت هذه عندي اوراق، انا هذه الاوراق ما تاكل عندي، انا تاكل عندي اليوم ارد احافظ على سياده العراق. اتفاقيات دوليه بين دول من الشعب وحكومته. هذه الاتفاقيه الان وزاره الخارجيه، مو بكيف وزاره بكيفك. الخارجيه خذها مني، وزاره الخارجيه تتماطل مع قضية اليوم الدعوات القضائية اللي مفروضة على الأمريكان أن تكون بخروجهم، لأن اخترقوا كل الاتفاقيات الأمريكية، الاتفاقيات يا أخويا يا أستاذ عبد الرحمن، لا وجود للأمريكان يا أستاذ عبد الرحمن. أما ما يطبل، من يطبل على وجود الأمريكان هم العرب السنة والأكراد، لا يزال اليوم يتصورون أن حماية العراق بالتواجد الأمريكي هي سياسة. أنا أتحدث اليوم الشيعة يقولون هذا العرب السنة والأكراد. أستاذ عبد الرحمن، الاتفاقيات بين الدول ملزمة، ليست تقول أوراق ما تهمني وما تهمك. بعدين تقولون الأمريكان جابوا داعش، إيش وداكم عليهم بال 2000؟ اخترقت أستاذ نجم، ليش رحتوا لهم بال 2014 جبتوهم؟ 30 دولة أمريكا، أمريكا دخلتها علي، خلصت منهم 30 دولة دخلت أمريكا، ليش رجعتوهم؟ دمرت البنى التحتية، دمرت اقتصاد العراق، وأنت تجي تقول لي أنت موقع على اتفاقية أمنية؟ مو أنت تثيرني بالجدل بهذا الكلام. أنا أشكرك أستاذ عبد الرحمن. أنت تقبل اليوم التواجد الأمريكي على حساب الورقة والاتفاقية؟ أستاذ عبد الرحمن أنا أشكرك لأنه وقتي خلاص. عضو دولة القانون والإطار التنسيق السيد عبد الرحمن الجزائري، تحياتي واحترامي.